بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا حول باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا من كتاب الكافي الشريف كنا في الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب الذي رواه يزيد بن سليط الزيدي، فقال يزيد: فقلت لأبي إبراهيم عليه السلام: فأخبرني أنت بمثل ما أخبرني به أبوك، فقال لي: نعم، إن أبي كان في زمان ليس هذا زمانه ليس هذا زمانه فقلت له: فمن يرضى منك بهذا فعليه لعنة الله. قال فضحك فضحك أبو إبراهيم ضحكا شديدا، ثم قال: أخبرك يا أبا عمارة أني خرجت من منزلي فأوصيت إلى ابن فلان، وأشركت معه بني في الظاهر، وأوصيته في الباطن، فأفردته وحده. إلى آخر الحديث الشريف. في هذا المقطع الامام الكاظم ينص على امامة الامام الرضا عليه الصلاه والسلام مع بيان جمله من فضائل الامام الرضا وكيفيه الوصيه وفي زمان تلك الوصيه. ذكرنا في المقطع السابق من هذا الحديث الشريف أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في طريق مكة التقى بوالد يزيد راوي هذا الحديث يعني التقى بسليط ونص على الإمام الكاظم وذكر أنه يخرج منه إمام هذه الأمة أيضا من بعده وهو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. ثم بين الإمام الصادق مجموعة من فضائل الإمام الرضا. يزيد ابن سليط بعد سنوات طوال يلتقي مرة أخرى بالإمام الكاظم بعد زمان الإمام الصادق، فيقول له ما معناه إني سمعته من أبيك الإمام الصادق. سمعت النص على ابنك الإمام الرضا، لكني أحب أن أسمع منك أيضًا، أحيانًا الإنسان مطمئن بشيء ويعلم به، لكن يحب أن يسمعه مرة أخرى، وهذا من مظاهر الحب، أنت أحيانًا واحد يكتب لك ليكتب لك رسالة أنت تحبه وتحب رسالته فتطالع هذه الرسالة مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة أو تنظر إلى صورته مرة وثانية وثالثة ورابعة أو أنت قد سمعت كلاما تحب أن تسمعه مرة ثانية وثالثة ورابعة وهذا يكشف عن الحب. يزيد ابن سليط قد سمع النص من الامام الصادق على الامام الرضا، لكن يحب ايضا ان يسمع من الامام الكاظم مرة اخرى، لان المساله ترتبط بالامامه وهي مساله مهمه من اصول الدين، وتشخيص شخص الامام خاصه مع حدوث الاختلاف مرات متعددة بين المسلمين وحتى بين الشيعة في شخص الإمام فكلما الإنسان سمع أكثر يكون يقينه فيه استحكام أكثر اليقين هو مية بالمية وليس اليقين درجات هو درجة واحدة لكن باعتبار أن هذا اليقين قد يزول بسهولة أو يزول بصعوبة أو لا يزول أصلا قُسّم اليقين إلى درجات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا يعني أسباب اليقين قوية جدا بحيث أنه إذا الغطاء كشف اليقين لا يزداد أما إحنا أو كثير منا يقيننا قد يكون ثابتا لكن بالتشكيكات قد هذا اليقين يتزلزل لذا حينما يكشف الغطاء والإنسان يرى عالم الآخرة يزداد يقينا يعني يقين يثبت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا بالنسبة إلى الناس العاديين أنه يقين قد يتزلزل بضعف أسبابه لكن إذا اليقين قوي، فكلما كانت التشكيك كثيراً، هذا اليقين لا يتغير. أنت الآن رأيت الشمس في رابعة النهار، أنت بعينك شفتها. هسه إذا ميت واحد يجي يشكك أنه الآن ليل، أنت لا يزول يقينك بأن النهار موجود، لأن هذا يقينك يستند إلى سبب لا تزلزل فيه. لكن أنت قاعد في غرفة مظلمة، واحد ثقة أخبرك بأنه الآن الشمس طالعة، زين أنت من كلامه قد تتيقن، لكن هذا يقين سببه ضعيف، إذا واحد ثاني أجا قال لك لا ذاك الأول مشتبه الآن نص الليل، أنت يقينك يتزلزل، ليش؟ لأن سبب اليقين كان خبر الواحد، هذا خبر الواحد يمكن بخبر واحد ثاني يتزلزل، على كل حال فأحيانا الإنسان حبًا يريد تكرار الشيء، وأحيانًا يريد ازدياد يقينه، بمعنى أن أسباب اليقين تكون كثيرة وقوية حتى يقينه لا يتزلزل بالتشكيكات. فلذلك هنا يزيد ابن سليط يطلب من الإمام الكاظم النص على الإمام الرضا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ذكر له قال والدي الإمام الصادق كان في زمان ليس فيه تقية أو التقية ليست شديدة أنا الآن في زمان التقية شديدة جداً فما اقدر اعلن مثل ما كان والدي يعلن، وطبعا الذي يسبب ان الامام لا يتمكن من البيان بسبب التقية فهذا عليه لعنة الله، هو الذي يسبب البطش والارهاب والظلم بحيث ان ولي الله يضطر باستعمال التقية، وقال مؤمن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه، لماذا مؤمن ال فرعون كان يكتم ايمانه؟ خوفا من بطش فرعون، ولذلك كان يكتم ايمانه، فرعون عليه لعنة الله، لأنه سبب أن المؤمن يضطر لكتمان الدين، زين، الإمام الكاظم هو في تقية شديدة لكن يزيد بن سليط الزيدي كان من الخواص فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول للنص وفي أخير الكلام يقول له يا يزيد إنها وديعة عندك فلا تخبر بها إلا عاقلا أو عبدا تعرفه صادقا وإن سئلت عن الشهادة فاشهد بها هذا ما سنذكره لاحقا يعني الإمام يقول له أنه هذا الكلام لا تظهر لأنه يوجب خطرا على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لأنه كما ذكرنا فيما مضى أنه زمان تقية كانت والإمام الرضا بعد استشهاد الإمام الكاظم لمدة أربع سنوات كان صامتا لشدة بطش هارون فلما قسم الله ملك هارون وصار خلاف بين الامين والمأمون وصار قتال صارت فرجه فالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام نطق بما كان يريد ان ينطق به. ثم بعد ذلك الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يبين شدة التقية والبطش بانه اوصى لجميع اولاده يعني الامام الكاظم له سبعه عشر او ثمانيه عشر ولدا الامام اوصى لهم جميعا في الظاهر حتى الناس يقولون انه اوصى لكل اولاده من باب التقيه لكن الوصيه التي هي للامام اللاحق افرد بها الامام الرضا عليه الصلاه والسلام فاوصاه في الباطن يعني خفيه عن الناس حتى لا يؤدي ذلك الى ان السلطه الغاشمه تاتي وتورد الضرر على الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك الامام الكاظم في هذا الحديث الشريف يبين كيفية الوصية ومتى تكون هذه الوصية طبعا كما ذكرنا سابقا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بين الأئمة وأسماءهم واحدا بعد واحد بأمر من الله سبحانه وتعالى لأن اختيار الإمام مول الرسول الرسول يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك اختيار الإمام من الله سبحانه وتعالى كما أن اختيار الأنبياء من الله موسى لم يختار هارون للنبوة الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار موسى واختار معه هارون كذلك الرسول صلى الله عليه وآله لم يختار الأئمة الله اختارهم وأمر الرسول بأن يبلغ وفي بعض الاحاديث دلاله على ان الله سبحانه وتعالى اوحى ذلك مباشره بدون واسطه جبرائيل. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. كثير من اوامر الله سبحانه وتعالى الله كان يامر جبرائيل بابلاغها الى رسول الله صلى الله عليه واله. ولكن احيانا الله سبحانه وتعالى كان يوحى مباشره ومساله اختيار الائمه الله سبحانه وتعالى في المعراج اوحاها مباشره الى رسوله محمد صلى الله عليه واله فالائمه عددهم واسماؤهم وشخصياتهم كانت معلومه والرسول صلى الله عليه واله بينها للخواص من اصحابه بالنسبه الى جميع الائمه وبالنسبه الى امير المؤمنين والحسن والحسين عليهم الصلاه والسلام بينها لعامه اصحابه. وكل امام كان يعلم بالائمه اللاحقين. لكن متى ينفذ الوصيه ويعلن ان هذا الامام من بعدي هذا يرتبط برؤيته لرسول الله صلى الله عليه واله. يعني الإمام الكاظم من اليوم الأول يدري ويعلم بأن الإمام من بعده هو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الأمر لم يؤمر بتبليغه إلى أن يحين الوقت، الله سبحانه وتعالى يختار الوقت ورسول الله صلى الله عليه وآله اما في اليقظه او في المنام يبلغ الامام انه حياتك اوشكت على النهايه فاوصي الى الامام من بعدك ولذا الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام يقول ولقد جاءني بخبره رسول الله ثم ارانيه واراني من يكون معه وكذلك لا يوصي إلى أحد منا حتى، وكذلك لا يوصى إلى أحد منا حتى يأتي بخبره رسول الله صلى الله عليه واله وجدي علي. يعني الإمام السابق لا يعلن عن الإمام اللاحق، ولا يبلغ حتى يرى رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه واله طبعا ومعه أمير المؤمنين. علي عليه الصلاه والسلام رسول الله يقول له اخبر وبلغ فقد حان وقت رحيلك كما ان رسول الله صلى الله عليه واله من يوم الدار من اليوم الذي نزلت الايه وانذر عشيرتك الاقربين اخبر الاقرباء بان الخليفه من بعده علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. لكن لم ياخذ البيعه الا في يوم الغدير. حينما نزلت الايه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فحينما الله سبحانه وتعالى يامر الرسول، الرسول يبلغ. ولذا قال يوشك أن أدعى فأجيب لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بأنه هذا في نهاية حياته وهكذا كل إمام هذه الرؤية في اليقظة يمكن في المنام يمكن لأن منام المعصومين عليهم الصلاة والسلام ليس كمنامنا إحنا منامنا بين رؤيا صادقة وبين أضغاث أحلام لذا رؤيانا ليست بحجة احنا اذا شفنا شيء في المنام هذا مو حجة لانه يمكن هذا المنام اللي نشوفه من الشيطان او من اضغاث احلام لكن بالنسبة للمعصومين عليهم الصلاة والسلام الانبياء والأئمة رؤياهم صادقة مئة بالمئة وهي وحي ولذلك الرؤيا جزء من أربعين جزء من النبوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام رؤياه حجة، امر من الله سبحانه وتعالى له، ولو كانت في ذبح اسماعيل. وهكذا رسول الله صلى الله عليه واله، وهكذا الائمة. فالإمام يرى الرسول في اليقظة بشكل مكاشفة هذا امر يمكن، لان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يكشف الغطاء عن عين الإمام فيرى العالم الآخر وهو حي طبعا كل واحد من عندنا في حال ما مات يرفع الغطاء عنه كما ذكرنا في حال ما مات يرى العالم الآخر فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد الإنسان في لحظة الاحتضار يرى رسول الله ويرى عليا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويرى الملائكة سواء كان مؤمنا أو كان كافرا لا فرق في ذلك أو منافقة لكن وهو في هذه الدنيا حي مو في لحظة الاحتضار الله سبحانه وتعالى لا يكشف الغطاء عن بصره فلا يرى العالم الآخر إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى يعني الرسول صلى الله عليه وآله الله يكشف عن بصره فيرى الأنبياء السابقين، يرى الملائكة، ما في محذور. إذا إنسان كافر أو منافق في لحظة الاحتضار يرفع الغطاء عنه، فيرى الأموات، ويرى الملائكة، ويرى ويرى ويرى،, ويرى. هذا ما في مشكلة، لأن الله سبحانه وتعالى بقدرته أراه العالم الآخر. زين يعني الله بقدرته يريد أن يُري رسوله أو الإمام، العالم الاخر وهو ليس في حاله الاحتضار لا محذور في ذلك طبعا هذه المكاشفه خاصه بالانبياء والائمه عليهم الصلاه والسلام المكاشفه قبل الاحتضار هذه خاصه بهم فالامام الكاظم هنا راى رسول الله في اليقظه عبر المكاشفه هذا ممكن راه في عالم الرؤيا هذا ايضا محتمل لان رؤياه حق ليست من اضغاث الاحلام فالامام الكاظم يقول رايت رسول الله صلى الله عليه واله ومعه علي فأمراني بان اوصي الى الامام الرضا يعني ابلغ الناس او الخواص بان هذا هو الامام من بعدي واوصي له وهكذا لا يوصى الى احد منا حتى ياتي بخبره رسول الله صلى الله عليه واله وجدي علي عليه السلام. بعد ذلك الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام يقول: ورايت مع رسول الله صلى الله عليه واله خاتما وسيفا وعصا وكتابا وعمامه. يعني الرسول جلب هذه الامور الخمسه الخاتم والسيف والعصا والكتاب والعمامه الرسول جلبها معه ليسلمها للامام الرضا عليه الصلاه والسلام فالامام الكاظم يسال فقلت ما هذا يا رسول الله؟ شنو هذه الثلاثه التي بيدك؟ فقال لي اما العمامه فسلطان الله عز وجل. طبعا بين قوسين نذكر انه في الحديث الشريف العمائم تيجان العرب إذا وضعوا العمائم العمائم وضع الله عزهم. هذه علامة العمائم تيجان العرب إذا وضعوا العمائم وضع الله عزهم. يعني استبدلوا العمائم بالطربوش مثلا وضع الله عزهم ليش؟ لان هذه علامه على ان الامم الاخرى تغلبت عليهم لان الامه الغالبه لا تقلد الامه المغلوبه عاده لكن الامه المغلوبه تقلد الامه الغالبه العرب زيهم العمامه في الجاهليه كان في الاسلام كان واحتفظوا بهذا الزي سنوات طوال، لكن لما السلطان العثماني بدل العمامه بالطربوش، هذا التبديل مو هو الذي سبب سقوط المسلمين، لا، هذا كان علامة على انهزامية، علامة على ضعف، ولذلك هذا كان الوقت الفاصل بدأ انحدار المسلمين الى يومنا هذا. طبعا ذكرنا مو انه العمامه وضعها يعني رافعها من على الرؤوس كان هو السبب، لا كان علامه هذه علامه كانت. فالرسول صلى الله عليه واله جالب معه عمامه للامام الرضا عليه الصلاه والسلام. ويقول: اما العمامه فسلطان الله عز وجل. يعني تدل على العز والكرامه، وان الله سبحانه وتعالى يعز الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. واما السيف فعز الله تبارك وتعالى. العزه التي كانت للامام الرضا، العزه الدنيويه. طبعا المؤمنون هم أعزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لكن أحيانا يجي حاكم ظالم يذل هذا المؤمن صحيح أذل هو الحاكم الظالم سجنه عذبه لكن هو عزيز ولو هو مقهور وهو مغلوب وهو مقتول لأن العزة من الله سبحانه وتعالى احيانا تشوف واحد محكوم يعدم يعذب لكن بشموخ. واحيانا العزه الواقعيه تجتمع مع العزه الظاهريه. هو مؤمن له العزه والشموخ وايضا له السلطه. اجتمعت العزه الواقعيه مع العزه الظاهريه. واما السيف فعز الله تبارك وتعالى. الأئمة أعزة عزة واقعية لهم شموخ وكرامة لكن بعض الأئمة السابقين كانوا في اضطهاد شديد الإمام الكاظم مسجون الإمام الحسين قتل وهكذا الإمام السجاد أسر لكن بالنسبة إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هذه العزة الواقعية اجتمعت مع عزة ظاهرية لأنه صار ولي العهد ولي العهد محترم عند الناس ظاهريا اضافه للعزه الالهيه الواقعيه التي لها له. واما السيف فعز الله تبارك وتعالى. واما الكتاب فنور الله تبارك وتعالى. نور الله من العلم ومن الجهات الاخرى هذه هذا الكتاب علامه له او سبب له. واما العصا فقوه الله. الإمام الرضا صدرت منه معاجز وأمور خارقة للعادة، هذه العصا علامة على أن الله سبحانه وتعالى قواه بما يريد، وأما الخاتم فجامع هذه الأمور، يجمع هذه الأمور يعني يجمع السلطان والعز والنور والقوة، لأن عادة سابقا ختمهم الذي يختمون كان في خاتمهم. خاتمه اللي المحبس اللي يخليه في ايده هو خاتمه مكتوب عليه شيء بهذا يختم كانوا هكذا كانوا. فجامع هذه الامور المعنى ان الله سبحانه وتعالى حينما امر رسوله بان يامر الامام الكاظم بالوصيه للامام الرضا. في الوقت نفسه الرسول صلى الله عليه واله بامر من الله وبإذن من الله وبإراده من الله سبحانه وتعالى منح الامام الرضا عليه الصلاه والسلام السلطان والسيف والكتاب والعصا اللي هي علائم على شنو؟ العمامه علائم على السلطان، السيف علامه على العز، والكتاب علامه للنور، والعصا علامه للقوه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. بعد ذلك الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام يقول: ثم قال لي والامر قد خرج منك الى غيرك انت خلص هذا نهايه حياتك ذكرنا الامام الكاظم الفتره اللي كان مسجون في سنوات السجن بينها اطلق سراحه لفتره قصيره يعني فتره كان مسجون في البصره وفتره في بغداد اطلق سراحه لفتره قصيره ثم سجن السجن الاخير في سجن السندي ابن شاهك لعنة الله تعالى عليه والأمر قد خرج منك إلى غيرك يعني خبر به وفاته نعيت إليه نفسه نعاه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم بعد ذلك أكو مقاطع أخرى في هذا الحديث يزيد راوي هذا الحديث يقول ثم قال أبو إبراهيم يعني الامام الكاظم ورايت ولدي جميعا الاحياء منهم والاموات، يعني في المكاشفه اللي صارت او في المنام الذي راه، راى جميع ولده الذين كانوا احياء والذين كانوا قد ماتوا، فقال لي امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام هذا سيدهم واشار الى ابني علي. يعني اضافه الى امر الرسول صلى الله عليه واله. بأن يوصي إلى الإمام الرضا الإمام أمير المؤمنين أيضا أشار الإمام الكاظم بذلك هذا سيدهم وأشار إلى ابني علي فهو مني إلى ابني علي فهو مني وأنا من أمير المؤمنين يقول أن علي بن موسى الرضا مني وأنا من هذه العبارة مثل ذيش العبارة اللي الرسول يقول حسين مني وأنا من حسين هذه إشارة وكناية إلى المشاركة في جميع الفضائل والكمالات إلا ما استثني فهو مني وأنا منه والله مع المحسنين ثم قال الإمام الكاظم يا يزيد راوي الحديث إنها وديعة عندك إحنا وصيناك بس هذا الزمان زمان تقية بينا لك الوصية وبينا لك هذا الامر بس هذا زمان تقية دير بالك. فلا تخبر بها الا عاقلا. يمكن واحد يكون مؤمن متدين لكن عقله قليل. انت تخبره بالسر راح يفشي ذلك السر لانه سفيه. هسه تقول هذا مؤمن نخبره لا لان سفهه يسبب المشكله اكو بعض الاحيان واحد تشوفه متدين اهل صلاه صوم لا يرتكب المحرمات لكنه قليل العقل فهذا لازم تحتاط منه فلا تخبر بها الا عاقلا او عبدا تعرفه صادقا يعني مؤمن ايمانه يمنعه من الافشاء وان سئلت عن الشهاده فاشهد بها يعني إذا واحد عاقل مؤمن سألك من وصي الإمام الكاظم أنت اشهد له لكن أخبره أنه الزمان زمان تقية ودير باله لا يفشي هذا الأمر حتى يولد ويسبب ضررا على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وهو قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال لنا أيضا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وللحديث تتمة نتركه إلى حلقة قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.